الهدف من إقامة فعالية اجتماع أصحاب المصلحة هو التنوير بالبرامج البحثية وبرامج نقل الطغانة للموسم 2022-2023، بالإضافة للطغانات والأصناف المجازة. محطة الأبوية تعتبر حقيقة من المحطات الكبرى والأساسية في هيئة البحوث الزراعية، والمحطة الرائدة في غرب السودان. محطة رائدة في غرب السودان لأنها بتخدم كل ولايات غرب السودان، بالإضافة للبيئات الأخرى المشابهة بالخدمات البحثية هي التي تتمثل لنا في الطغانات والحزم المصاحبة لها. المحطة حقيقة بتسعى دائما أن هذه المخرجات تتنزل إلى أرض الواقع، ويتمثل لنا ذلك المحطة بتساهم في تدريب المرشدين والمزارعين والرعاة في غراهم. المحطة كذلك عندها برنامج إذاعي في ولاية شمال كردفان عن الطغانات الزراعية. المحطة برضو بتقوم بإنتاج الكتب والنشرات في المجال الزراعي بشغله النباتي والحيواني. المحطة لها حقيقة مخرجات كبيرة في مجال الزراعي بشغله الحيواني والنباتي، دي تمثل في الأصناف، في المحاصيل، المحاصيل الزراعية النقدية وكذلك الغذائية. نحن نسعى دائما أن تتضافر جهودنا مع وزارة الإنتاج والمنظمات والجهات ذات الصلة من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية بمحاصيل لها قدرة تنافسية في الصادر في مجال الزراعي بشغيه النباتي والحيواني. ونحن في مركز بحوث محاصيل الحبوب الزيتية أو الحبوب الزيوت، شاركنا بكل ما عندنا من تقانات ومخرجات بحثية خاصة بالإنتاج الزراعي في القطاع المصري بصفة خاصة، وطبعا بكل القطاعات. المركز طبعا بيهتم بمحاصيل الزيوت عامة، السمسم، الفول، زهرة الشمس، ومحصول الصويا بين او وبعد ذلك محصول القرطم، يعني زي خمسة محاصيل رئيسية بيهتم المركز تم في اخراج مخرجات بحثية لتطوير الزراعة في هذه المحاصيل. وفي القطاع المطري طبعا قدمنا مجموعة من التقانات الخاصة بالقطاع المطري، بالذات في الفول السوداني والسمسم، في أصناف قديمة في طبعا في الفول السوداني، وأصناف دي هسه عاملة في القطاع المطري، وفي أصناف جديدة جاية في الفول السوداني، وبرضو عندنا أصناف جديدة جاية بكل المواصفات المطلوبة، لأنه نحن في السمسم بالذات عايزين نملك المزارع مجموعة من المحاصيل من الأصناف اللي ممكن تساعده أن هو يواكب التجارة المحلية والعالمية، بالذات لون البذرة، شكل النبات وفترة النضج وكل المطلوبات اللي ممكن تعين المزارع في القطاع المطري أنه ينتج سمسم بصورة يعني تلبي احتياجات السوق المحلي والاحتياجات السوق العالمي. والتقانات اللي قدمت كلها هي تقانات بتتعلق بالاصناف وبالحزم الفلاحيه الخاصه بالمحاصيل، بالذات محصوليه السمسم والفول السوداني في القطاع المطري في غرب السودان. وكان في مشاركه كبيره جدا من اصحاب المصلحه في انه يعني خرجنا بمجموعه من التوجهات ومجموعه من الارشادات، والراعي يعني ادانا بعض المقترحات بانه نحن نركز في بحوث معينه في بالذات في قطاع محاصيل الزيوت في السمسم والفول السوداني في القطاع المطري، وده بالنسبه لنا مؤشر جيد بانه نحن نلبي احتياجات المزارع والمنتج في القطاع المطري التقليدي. المركز طبعا هو من المراكز التابعة لهيئة البحوث الزراعية بصفة عامة،
والمركز بيتناول البحث العلمي في كل المحطات وكل الأقاليم المناخية في السودان، والتركيز بالذات على القطاع المطري والقطاع المروي والقطاع المطري العالي، الأمطار العالية والأمطار الحدية. في شمال كردفان هنا بنركز على الأصناف المبكرة النضج والأصناف اللي عندها مقدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية في ولاية شمال كردفان وفي القطاع المطري في غرب السودان. في القطاع المروي عندنا مجموعة من المحاصيل، الفول السوداني طبعا المروي، وعندنا برضو زهرة الشمس، والزهرة ممكن تكون مروي أو تكون برضو شتوي أو مروي ومطري في كل الأحوال. المهم أن احنا بنحاول أنه ننتج تقانات تلبي احتياجات المزارع والمنتج في السودان بصفة عامة. الأساسي للزراعة في السودان هي البحوث الزراعية بإجازة للتقانات التي اتبعناها من بعد سنين كان أبانا يزرعون ويكتفون ذاتيا فقط، يعني ما كانت لهم أحلام كما نحن. فالمصلحة عندنا في البحوث الزراعية أن نتبع التقانات بدءا من اختيار الأرض والتقاوي المحسنة ونظافة الأرض، ثم استعمال الآلات الزراعية بالإزميلي وكراع البط والزراعة الهوائية والزراعات اليدوية ثم الكديب ثم الحصاد بالآلات ثم استعمال المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات وكذلك مبيدات الحشائش القضاء على الحشائش، ثم من بعد ذلك الزراعة التجارية. وهذا هو المهم عندنا، لأننا كنا نزرع فقط لنعيش، ولكن الآن نزرع أساسا للمستقبل نعلم أبنائنا ونعالجهم ولتكون لنا طموحات عالية، وبالتالي لا بد لنا من حساب تكاليف الزراعة. فقد تعلمنا من المنظمات ناشرة هذه التقانة، منظمات منظمة إفاد وغيرها من المنظمات التي تجوب هذه الولاية والمرشدين الزراعيين من وزارة الزراعة، تعلمنا كيف ننقل هذه التقانة إلى عمل تنفيذي ملموس وذو نتائج في مصلحة المزارع. أبدأ مثلا أنا بدأت بمساحات بسيطة، والآن أزرع أكثر من 600 فدان في الأراضي المطرية موزع على 4 محاصيل أساسية مجازة من هيئة البحوث الزراعية اللي هي الفول غبيش والأساركة وأرفع قدمك والسمسم البرومو، وأمتلك الآن جرار ومعه رشاش للمبيدات ومعه محراس كرابط وكذلك إزميلي، وأمتلك مع ذلك كله زراعة تركية مضبوطة المساحات، وأستعمل الزراعة الهوائية برضو مضبوطة المساحات. كل ذلك لم يأتي إلا بتوجيهات ونقل تقانات هيئة البحوث الزراعية وكذلك وزارة الزراعة والمنظمات العاملة فيها. نحن نقول نحن أصحاب مصلحة حقيقيين، فقط إن استطعنا أن نحول الاعتماد على المنظمات وعلى الدولة الاعتماد على ذاتنا، لأن الاستثمار يعني أنك تستثمر من عندك وتستفيد وتفيد الدولة، هذا الذي نبتقيه. لا نريد إعانة من شخص، ولا نريد تقديم خدمة مجانا، بل نريد تقديم خدمة بما عندنا من أموال، ويسهل لنا أمر التمويل عبر البنوك التجارية، وهذا هو الديدن الذي يرفع الدول.
فول وزرعت أنا 4 فدان بتاع فول طفرة ما خيبش. وعرفنا أول نوعية التربة والحراسة، نوعية التربة الجيدة. ثانيا الحراسة تجاه المياه جريانة، استخدمنا الطورية المعدلة، عرفنا كيف الطورية المعدلة نستخدمها، طورية من فوق لطورية. الطورية المعدلة وكنت نستخدمها تحفظ المياه 6 سنتيمترات، والطورية المعدلة مدين قارة بيكون حبة الفول ملانة. الطورية من فوق لطورية بتخلي الحشايش بتنبت، الحشايش بيكون بسيطة. وعرفنا نزيل الحشايش، وعرفنا برضو عملية الحصاد ولا القلع الكوم نخط فوق، لأن الأرض من الأوافي الأرض والبرعومة متصيبة. عرفنا كثير كثير برضو. طبعا عرفنا عملية التخزين، الآن أصبح مشروع تمام وورشال إنتاجه عالي جدا جدا. عملنا معهم من 2016 بعد معهم في حياة العمل ده في الإنتاج الزراعي في السماء العربي. أول حاجة في الإنتاج ما شاء الله أدونا البذور، الفول المحسن، السمسم المحسن، اللوبيا، ولا شنو الجوار، الشيء أشتال أجاب ليك أما الشتال بتاع السمق أستشتلت يعني الحشاب 5 في 10 يعني طول يعني فر بخمسة في عشرة يعني كده البابور يمكن يمشي مرتين في كده 5 في 10 وطول 10 في الحشاب. طبعا ماشي معهم الحمد لله لحد الان يعني كويس جدا، وهذا الانتاج ماشي كويس جدا، ونتمنى من الله يزيدوا اكثر واكثر ويجونا يعدينا بحاجات كثيره جدا ونمشي لقدام. هذا وادو كمان زراعه، ودوني برضه اسات مهنين بزراعه، زراعه نزرع بها الفول، تزرع الفول، سمسم، لوبيا، يعني كلها الحمد لله بدبل طبعا بالدابه شغال بها طوال، مره نشتغل بها مره كل من دابه بتكون قاعده نشتغل شنو؟ مره شنو؟ بالزراعة الترتر طبعا بالطورية، هذه هو الطورية المحسنة برضو نفس العملية. الطورية المحسنة عندها مسافة معينة كمان، دي كمان تخشها في التربة تزيد في الحاجة الحصاد في النمو التربة ذاتها، يعني انت وقت تزرع فيها يعني نفتت فيها التربة كلها تخلي فرقة بسيطة تنزل موية تمسك انتاج تكون الموية، وبعدين حصادك بكون ما شاء الله ماشي. الفول نفس الفول الزراعة طبعا زرعتها بالزراعة حقة البتاع الزراعة كترتر بتاع الدخدي برضه سنه زرعتها بقى ما شاء الله، يعني تضم ما جاني بديل لكن زرعت بزرعه ثانيه الحمد لله انتاج يعني ما شاء الله، يعني السنه الحصاد مستصنع على صلاه النبي يعني 100% يعني ما نقول لك يعني، ولسه ماشي لقدام. والسمق السنه سبتين في الطب برضه يعني السنه دي ماشيين الحمد لله رب العالمين. استفدنا استفاده كبيره جدا جدا من ناس البحوث الزراعيه تحسين التقاوي. اولا استعمال المبيدات، إزالة بالدمار الشامل، إزالة الحشائش قبل الحراثة، ثم الحراثة الميكنة الزراعية استفدنا منها، واستفدنا من المسافات زراعة بالمسافات المحددة 30 في 20، وتنقية محصول الفول من طفرة وقبيش كل واحد يكون مسافاته من 20 ل 30 بمسافة محددة عشان تحفظ لنا الرطوبة، والحراثة لازم تكون في الوضع المناسب ما عكس جريان الماء عشان يكون في حصاد مياه. بعد ذاك استفدنا منهم في السماد، استخدام السماد عشان النبات يكون متغذي تغذية تمام ويرفع لنا المستوى بتاع الإنتاج، الحبة تكون كبيرة والتربة ذاتها تكون مخصبة عشان ما ننتج إنتاج كبير جدا جدا.